السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في الحلقة الثالثة من برنامج البيفات، برنامج اللي اعتدتوا تشوفوه في أوديسي تي في مع سيرة رضا الفقير وسي رشيد أشعشي. أولا تنشكركم لأن الحمد لله أشاك فوا يعني تنسجلوا شي حلقة تيكونوا لي كومونتير بوزيتيف بزاف، وحنا بالنسبة لنا هذا مؤشر على أساس أن هالفيديوهات تليق الإعجاب ديالكم، وهذا الشيء بالنسبة لنا حنايا سي تان موتور يعني اللي تيخلينا أشاك فوا نفكروا نبركوا ونديروا أفكار جديدة. قبل ما غادي نبداو الحلقة وقبل ما غادي نقرا لي كومونتير ديالكم، باسكو حتى هي هاد الفقرة هادي مزيانة تنقراو لي كومونتير ديال الناس اللي تيشاركوا معنا، ياك رشيد؟ معلوم معلوم، مرحبا. سيرتو اللي كانوا دي كريتيك بنا مرحبا بهم، علاش لا؟ عندك شي بركة؟ عندي ولكن قبل راه شوف راه اليوم رضا تبارك الله يعني إذا ما أنونسيكم كوا إذا يو سون دوزيام ماستر خلاتيني صافي يتزوج سون دوزيام فام. قدر الغرض قدر الغرض، مبروك عليك السير هذا الماستر ديالك، الله يبارك فيك. سيت اون بون شوز يعني كتبين بأن راه القراية ما تتوقفش، وعزيز الانسان مع كل ما كاين فيما كان لو سافوار الانسان يمشي يقلب عليه. تقدر تحدد لنا بشويه رضا تقول لنا شنو علاش كيجيو هذا الماستر هذا اون دو مينوت اذا كان ممكن؟ الوغ هذا الماستر سميتو الكومينيكاسيون بوليتيك، داكوغ. دونك اون غرو كيحاولوا يقريونا كيفاش تقدر تهضر سورتو في المجال السياسي، دونك كيفاش تجيري لو جيستويال، كيفاش تاناليزي لو جيستويال، كيفاش تقدر تكتب ان ديسكور، كيفاش تقدر تاناليزي لي استراتيجي. يعني كيفاش واحد اللي كيكتب خطاب سياسي كيكون عنده واحد استراتيجيه باش كيبدا، باش كيسالي، شنو كيخشي الوسط، امتى كيستعمل شويه العاطفه باش يكسب الناس، امتى كيعطيهم بعض المرات ارقام. دونك هاد الامور هذه بطبيعه الحال هو ماستر في العلوم السياسيه، دونك حتى دروس في العلوم السياسيه في القانون العام، قانون الدستوري حتى هما كيتقرا في لافاك بطبيعه الحال. حتى باقا نعقل من ملي عرفتك بشحال هذه كنتي باغي تقرا في لافاك وعزيز عليك لافاك، وداك استحضرت ان شاء الله نتكلموا عليها من بعد. شكرا. واخا لا فورماسيون الاولى ديالك في الماستر في ماسيون فيسكاوس انا غير نافوار مع هذا الماستر هذا، دونك توجهات متعدده وانت كترتاح في بزاف ديال لي دومين، وكاينه هذه الحلاوه ديال بحال هذا الماستر هو انك ديرو حيت بغيتي بالشغف، يعني ما كديروش باش تخدم، يعني دوزتو بواحد الطريقه مغايره على الماستر الاول حيت كنت خدام الحمد لله الامور ميسره، ولكن هذا الدومين كيهمني وقلت غادي نمشي نقرا، بغيت نتعلم ليه. دونك يعني كان حاجه كتعجبك في الداخل ديالك؟ كان بشغف الحمد لله. خلينا من الاخر دابا ندخل شي حزب ولا جينا من الاخر والو حزب اوديسي تي شوف راه حضرك حزب البيبان شوف لغه الخشب بدات وباقي ما تخلصش هو دابا تيجرب فينا اللعاب دابا داكشي اللي قرا تيجي يجرب. كنشكر غير الاساتذه اللي مكلفين بالماستر سيرتو الاستاذ رشيد الدواني والاستاذ رشيد العريشي انهم تبارك الله كيديروا عمل، ورشيد عشاشي هو رشيد عشاشي راه اكبر بوليتولوج ديالنا تبارك الله جيوبوليتيك. انا تنتبعوا الا بغيت نتقف راسي في لا جيوبوليتيك كنتبع الفيديوهات ديال رشيد ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. سي رشيد خاصك تبدا لنا شي فورماسيون ديال الجيوبوليتيك ان شاء الله، جاي في الطريق فان جونفي فان جونفي ان شاء الله. ان شاء الله حنا غادي نكون اول وحده غادي نتقيدوا عندك، غتكون هي في لا جيوبوليتيك وتكون وحده في لا ترونس ديسيبلينيريتي كومون لا ديفلوبي، كاش واحد يتعلم انه يجونغلي بديفيرون ديسيبلين ويكومبينهم بطريقه ذكيه با امبورت لو فينومين با امبورت، تكون اون فورماسيون ديتايي بوانتو ان شاء الله تبارطاج معنا البروغرام ان شاء الله في كومبليزير. الوغ الحلقه ديالهم قبل ما غنبداوها غنقرا عليكم كلكو كومونتير رشيد داكوغ رضا، وبعد جويو زانيفيرسير امين سنه سعيده درت استخرا سنه سعيده بالله ما نغنيو ياك نحرجو باش ما تمنيتيش ان شاء الله شنو عندي عندي ما نجاش الله يكمل بخير الله يبارك فيك تري جونتي تري جونتي ما تقبليش ان شاء الله 100 عام يعني. الوغ نقرا عليكم كلكو كومونتير يلا نبداو دون فاصون كي اليغاتوار. مشيو كاميليا لبناني، ميرسي بور سيت انيسياتيف، جيم بوكو سو نوفو كونسيبت، جو مو دوموند سيل يورا توجور لو ميم انفيتي لا ميم بيرسون فاس ا مسيو اشاشي ويل يورا دوطخ انفيتي سولون لو تيم سولون لو تيم شوازي. خصنا نشرحوا لي الكونسيبت اكزاكتومون. دابا الكونسيبت هو اننا حنا بثلاثه اوني دي كرونيكور بيرمانون، دونك حنا اوني لا باز ما تنتبدلوش، دونك الا كان انا انفيتي غيكون هو لو كاتريام داكوغ، وان شاء الله راه حنا هو اللي نجيبو دي زانفيتي وهاد لي زانفيتي حسب لو سوجي وهذا بيان سور. بون في الاول خصنا نتيني نبينو شنو هي ليميسيون شنو المبدا ديالها مثلا ديال عاد ندوزو لي زانفيتي. حتى لي زانفيتي يكونوا يعني دو ديفيرون كاليبر، ماشي يكونوا باغ اكزومبل كون سيبلي حنا عندنا نعيطو باغفوا على لي ستوديون نعيطو باغفوا على لي ستوديون اللي يقول خصنا نشوفو المشاكل تيعاني منهم العراقي اللي تيلقاو. رضا كنقتار عليه واحد الخطره واحد لو سوجي كي تري امبورتون، وهذوك لي جروب ديال لي جروب ديال لي بي دي او اللي تيكونوا في لي زونيفرسيتي اي تو
يعني بون سي اون اكسبيريونس زوينه الواحد يدوز منهم ونشوفوا طلبه ونشوفوا باغ اكزومبل في مختلف الجامعات يحضروا معنا ويدونا على الاكسبيريونس ديالهم وكيفاش يقدروا هادشي يفيدوا الطلبه الاخرين داكور. جو بونس كو كاميدي راه جاوبنا على السؤال ديالك. نشوفوا دلال بناني لي كونساي كو فوز افي دوني سور فوز اكسبيريونس سون تري انستركتيف ميرسي بور لو بارتاج. ميرسي بوكو دلال. حنا اون في دو نوتر ميو باش بون دو فاصون راه حنا راه تنحاولوا نفولغاريزيو باسكو بون ماشي تنفولغاريزيو بزاف حيت بارفوا لقيت كنقري لي كومونتير كاينين دوتر كومونتير تيقول لك وعلاش كتستعملوا بزاف الكلمات بالفرنسيه. حنا ما كرهناش نستعملوهم بالعربيه ولكن راه صعيب باش انك تقدر تترجم كلشي بون تترجم كلشي بالعربيه شي حاجه اللي هي كتبان لي لا حيت اولا ليكونومي ماشي الخاطرنا قرينا فرونسي ما كاينش ماستر ليكونومي بالعربيه ما كاينش ليسونس بالعربيه هذه الاولى. ثانيا طلبه وطالبات اللي تنهضروا معاهم غيدوزوا امتحان بالفرنسي ماشي بالدارجه. دونك الدارجه تستعملوها ماشي باش تعود الفرنسي بالتفسير غير باش تبسط وتوضح بعض الامور. دونك المصطلحات اللي يخدموا بهم باش يبنوا جمله يبنوا ديسيرتاسيون في الماناجمنت ولا فهاد راه غتبقى بالفرنسي يعني ماشي الخاطرنا. وتنقول دوك الناس عندهم مشكل لا العربيه الفرنسي خصها تعيد يحلوا هاد المشاكل في البرلمان ويحلوا هاد المشاكل على مستوى الحكومه ويميكوا على الطلبه ويبعدوا عليهم وما يخرجوش عليهم كيامباكتيهم تيولي واحد يقول لك راه عنده الحق انا فرنسي ما ندير بها في الاخر يجيب ربعه في الماناجمنت ولا جابها يبعدوا على الطلبه ويسيروا يحلوا مشكل في السياسه وواحد النهار نديروا موضوع على لا ريتوريك في لا بوليتيك وفي الرياضه غادي يوضح لكم كيفاش ممكن توصلوا للهدف هذا ميميكوا على الطلبه. بروفيسور مريم قال لك سي فريمون ليكزومبل تيبيك دون ديسكسيون qu'on peut avoir entre amis dans une buvette. Alors à la fois on apprend, on rigole et on boit du café. Merci pour le partage de vos idées et pour vos efforts. Je vous souhaite une très bonne continuation. Merci l'oustad, ça fait plaisir. زوينه هاد القضيه هادي ديال باركين وبحال في بيفات كسرموا قهوه سي صا نقولوا لهم شكون اللي صايبنا هاد القهوه راه السر شكون سي رشيد واش كيدير بها كيف داكش على بوطونا داكش على رشيد اللي غير ربع ساعه جبنا الكيزه ماشي في القبول. الوغ نقراو لي ديرني كومونتير مرحبا سي بون ديرني كومونتير يلا باش نبداو. الوغ نشوفوا زينه. Encore une fois, une très bonne émission, très enrichissante. Merci beaucoup, messieurs. Et surtout, contrairement au message de la personne de la dernière émission, continuez à faire vos émissions en derija, car étant une MRE, l'arabe littéraire n'est pas mon point fort. Alors, c'est vrai, je pense que le commentaire qui a gagné l'accident de mon qbel, qui a gagné l'accident de l'arabe arabe fausse. ان شاء الله بلي يدير شي شراكه مع الجزيره هذيك. الوغ نتوكلوا على الله. بصراحه راه البارح درنا واحد بوبليكاسيون سور فيسبوك ديتها سور لا باج ديالي امين صلى الله وعطيناهم الاختيار ما بين جوج المواضيع. الموضوع اللي تركزوا عليه اكثر تقريبا كان فيه اكثر من 700 فوت هو لي سوفت سكيلز. دونك لي سوفت سكيلز كلشي كيتكلم على لي سوفت سكيلز كيقول لك القرايه بوحدها راه ما تبقاش ما نقولوش ما بقاش مي لو سافوار اي تري امبورطون باسكو تو فالوتيليزي في لو ميليو بروفيسيونيل. انا ما تقدرش السي رشيد ما يقدرش يجي ويدير ان ديبا الا ما كانش عنده اون سيرتين كونيسونس. البروفيسور ما يقدرش يقري الا ما كانش عنده العلم. هذاك الانجينيور ما يقدرش يجي يلقى دي سوليسيون الا ما كانش عنده حتى هو هذوك لو سافوار اللي يقرا. دونك لو سافوار بوحدو مزيان تيخليك تعرف شنو غادي دير في الخدمه ديالك ولكن واش لو سافوار بوحدو كافي باش تقدر تتاقلم وسط الجو ديال الخدمه وباش يكون عندك واحد يعني تكون عندك واحد المردوديه طالعه في الشركه. لان في الشركات ضروري ما كيحتاجوا لو سالاري اللي ما كتكونش عنده غير لا كومبيتونس في داكشي اللي تعرف يدير ولكن لونتربريز راه كنعتبرها واحد اون سيلول هومان اللي فيها بزاف ديال الناس خدامين معاك وانت في وسط داك الضغط اللي كيكون وفي وسط هذاك يعني المشاكل ديال الخدمه بون نقدر ما نقولوش لو باترون مي هذوك الناس اللي كتكولابوري معاهم في الشركه ديالك راه محتاجين انك يخرجوا منك لو ماكسيموم بهاد لي كومبيتونس ديالك ولكن تحت الضغط وتحت بزاف الامور. دونك حنا حيت بيسكو الموضوع ديال اليوم غادي يكون على فوا لي سوفت سكيلز ولوتيليزاسيون ديال لي ريزو سوسيو باسكو هاد لي سوفت سكيلز نورمالمون الانسان يقدر يديفلوبيهم اترافيغ لي ريزو سوسيو. دونك حنا من خلال هاد الموضوع اللي ناقشت معكم دابا غادي نشوفوا الراي ديال رشيد والراي ديال رضا بون في لي سوفت سكيلز من خلال التجربه ديالهم وغادي نحاولوا نناقشوا معكم وتعطينا الاراء ديالكم وكيفاش نقدروا نعاونوا الشباب اللي كيتفرجوا فينا باش حتى هما يطوروا هاد الكفاءات ديالهم
لان كنعتبروا اليوم بان ما بين الكفاءات المهمه كاين بار اكزومبل لو فيت دو كومونيكي مع الناس, لو فيت كو تكون ريسبونسابل, كاين بزاف ديال لي سوفت سكيلز غادي نتكلموا عليهم. ولكن قبل بغينا نعرفوا التعريف, وحنا ديما في الكوتي بيداغوجيك لان حنا تعودنا في هذه الميسيون هذه كنبداو بالكوتي بيداغوجيك باش نعطيو التعريف ديال هذا المصطلح هذا باش الناس اللي ما اول مره غيسمعوا سوفت سكيلز يعرفوا شنو هي سوفت سكيلز, اي بار لا سويت ندخلوا النقاش ديالنا. رضا سي بون اون في كوم سا. شكرا الله سريدا. مرحبا. شنو كنقصدوا بكلمه سوفت سكيلز؟ بطريقه بسيطه السوفت سكيلز هما اي كاع دوك الكفاءات اولا المهارات اللي ممكن الانسان يتعلمهم واللي ما عندهمش علاقه اللي كنسميوها الهارد سكيلز, يعني دوك التخصصات. بمعنى مثلا تكون كتقرا اقتصاد, تكون مهندس, تكون طبيب, هادو مهارات كتعلمهم في الحرفه ديالك. من قوسين السوفت سكيلز هما دوك المهارات اللي زايده على المهارات ديال الحرفه ديالك, كيفاش تكون, كيفاش تتعلم. لانه بعض المرات الناس بحال اللي كيقول لك وراه سوا خصني نميتريزي الخدمه ديالي, يعني قرايتي مثلا ولا الحرفه ديالي, سوا السوفت سكيلز. الو السوفت سكيلز هو من بين هاد المهارات اللي كاينين, كاين واحد المهاره اللي تخليك انت تتعلم, يعني القدره على التعلم. انني مثلا اليوم انا فخور ان السي رشيد عشعاشي راه هو اللي قاد لينا لي كاميرا, هو اللي قاد لينا لي ميكرو, هو اللي خدام على كل شيء. دونك ولكن هو حنا كنعرفوا السي رشيد في الاقتصاد, ما كنعرفوش في المونتاج. دونك هادي يعني هادي سوفت سكيلز, يعني القدره على التعلم, تعلم واحد المهاره. طبيعة الحال القدرة ديال أنك تعرف راسك, هذه داخلة في السوفت سكيلز, تعرف شنو باغي, تعرف الناس, تعرف تحس بالناس, دير بلاصتك في بلاصتهم باش تعرف تتعامل معاهم. دونك كاع هاد المهارات هذه واللي حتى هي كتعلم كما كيتعلموا الكفاءات الأخرى. يعني كاين شي وحدين بحال اللي كيحقروا راسهم, سيرتو اللي ما كيكونش كانوا عارفين هاد الشيء وكيكونوا أغلبيه قراو, سيرتو الناس ديال لافاك وهذا بحال اللي كيحقر راسو, كيقول أن حنا ما قراوناش هاد الشيء, دابا ملي نخرج نبغي نخدم كي غادي ندير أنا, يا تعلمت غير نفاليدي وهذا. لا كيما واحد الماده عندك ديال ليكونومي مونيتير بريباريتي ليها وقريتي عليها باش تجي فاهم مزيان, حتى لي سوفت سكيلز غير هي بطريقه اخرى كتعلم. ما تيخصك اكزيرسيس تهضر مع امين المره الاولى واخا ما كتعرفوش, بعدا تجي غتزعم تهضر مثلا مع رشيد واحد النهار سير هذا على قبل حيت لي تكنيك بون غادي نوصلوا لهم باش ما نقزوش المراحل. حنا عرفنا لا ديفينيسيون, يعني لا ديفينيسيون ديال لي سوفت سكيلز, ولكن بغيت نشوف الراي ديال رشيد حتى هو عطانا اون ديفينيسيون من خلال ليكسبيريونس ديالو. سي رشيد شنو كنقصدوا بكلمه سوفت سكيلز من خلال داكشي اللي قريتو من خلال المعلومات اللي عندك انت؟ انا تنشوفها بحال قناه ما بين المعلومات والمهارات اللي اكتسبتي اللي هضر عليهم رضا, بحال مثلا ميديسين تتقرا سبيسياليتي, لانجينيوري تقرا لانجينيوري, ولكن كاين واحد القناه ما بين هاد لي كومبيتونس وما بين لونفيرونمون اللي غاتيفولوي فيه. اللي قد يكون الخدمه ديالك الترافاي, قد تكون لا فامي ديالك, قد تكون اون كونفيرونس تعطيها. لهذا مثلا شحال مرات يكون طبيب قاري عنده مونسيون سبيسياليتي دكتوراه ولكن مفضي والناس ما تيبغوش يمشيو عنده, ماشي لانه ماشي كومبيتون, لانه ناقص واحد لو تيب دو كومبيتونس اللي هما لي سوفت سكيلز. مثلا ما تيعرفش شي يسمع لو باسيون ديالو, لو باسيون تيبغي يعاود على شنو مال شنو حاس شنو هذا, ما سوا تيقمعو تيقمعو ولا يعني لانتيليجونس ايموشنيل مثلا ما عندوش, يعني يتعلم يسمع الاخر, يعطي شويه د لومباتي, يعني يحس بالمشاعر الاخر بحال راه بلاصتو, ويادابتي الديسكور حسب الاخر الحاله ديالو كي دايره, واش مخلوع دونك خصو يكالمي, واش بالعكس الثقه اكثر من القياس خصو يرجعو لو غيل. دونك لانتيليجونس ايموشنيل, لا كاباسيتي ابروند, كيفاش تتعامل مع الناس, شنو الاسلوب اللي تهضر به, شنو لي زيليمون دو لونغاج كيلفو ايفيتي في هذا لو كونتكست هذا, شنو لي زيليمون دو لونغاج اللي خاص في هذا لو كونتكست هذا, يعني توت لي كومبيتونس لي بيريفيريك بحال مثلا لي ريزو اللي نهضروا عليهم اليوم. هادشي كله سا بيرمي de mettre en valeur les compétences dialect, les des compétences dures, les des spécialités les qu'avait. Les hadash hasat mrat tlqa wahed brillant walakin ma tiarfsh yvaloriser rasou ma tiarfsh yvaloriser les compétences dialo. La prise de parole en public, tata tqaddem nas un comité de direction ala dikr DG tqa tqfqf tqa nti tnsa la moitié des choses tqoul hadchi ma tijiish bhal haka, khass l'entraînement, le mamarasa, la pratique, kayn des livres, khass mawdou li tiaounou kayn. Oui, Rachid, tu as parlé de la prise de parole en public. يعني كتعتبر ما بين الحوايج اللي هما الناس اللي كيعتبروا ما بين الحوايج اللي هما صعاب انه يطلع قدام الناس وبدا يتكلم. يعني هذه الكفاءه هذه انك تقدر تنوض وتدوي وتعبر على الراي ديالك, يعني كيفاش الانسان يمكن ليه يكتسبها؟ جو سي كو كاينين بزاف ديال لي ليفر اللي كيديروا كيدوا على لا بريز دو بارول اون بوبليك, ولكن واش يسوفي جوست انك تقرا داك الكتاب وغادي تنمي هاد هاد لا كونفيونس اون سوا باش تقدر تنوض وتشرح وتدوي؟ ها شنو بالك هذا؟ انا بالنسبه ليا كاين ثلاثه ديال الحوايج. الحاجه الاولى ايفيكتيفمون خصك تعرف لي زاستوس, يعني سوا تقرا كتاب ولا ارتيكل ولا دي فيديو في يوتيوب ولا دي فيديو فوالا. دونك المهم خصك علاش؟ حيت اول حاجه خصك تكون واعي بلي راه ملي تبغي تهضر كاين واحد التقنيات
الحاجه الثانيه خاصك تشوف ناس كيهضروا مزيان. دونك دابا انت واعي مثلا كنعرف انني ما خصنيش ندوي بالزربه, خصني ندير دي سيلونس مثلا بين كلمه وكلمه باش ما نبانش خايف مثلا, اولا نطلع الصوت بعض المرات نهبطو. هذه قريتها فشي بلاصه. الحاجه الثانيه خصني نشوف شي وحدين اللي كيديروا هذه المهاره مزيان. علاش؟ حيت كنبدا نستوعبهم, كنشوف كيفاش كيهضر كيفاش كيهبط. يعني ما كتبقاش غير شاف الكتابه, كنشوفها براتيك, ولا كنحضر لي كونفرنس ولا كنسمع لشي واحد. الحاجه الثالثه واللي ضروريه راه هي ليكزيرسيس, كيخصني نزعم المره الاولى ونهضر واحد الحاجه حتى واحد ما كيبغي يديرها. نشوف راسي في المرايا, نصور راسي, حيت ديما ملي كتصور راسك اي واحد جربها في اللون ما كيعجبوش راسو, وقعت لنا كاملين كتقول شو كي كنهضر. علاش؟ ولكن غتصور راسك, ملي غتصور راسك غترد البال الاغلاط اللي درتي, وغتعاود المره الثانيه والثالثه, غتكتسبها غير نصيحه واحده وكنعطيها لكاع الناس اللي بغاو يتعلموا. يعني يديروا هاد ثلاثه المراحل, ولكن النصيحه المهمه ما يمكنلكش تدوز من 0 ل 100 صفر. فهمتي؟ ما يمكنش انت يا عمرك هضرتي تحدد اهداف وغتحط لراسك غادي تقول انا يا بغيت نولي مثلا بحال فلان غدا, غير نقرا هاد الكتاب خصني نولي بحال. لا بشوي, ولكن تقدر تولي بحالو غير بشوي بشوي. المره الاولى نلعب على الصوت, نتريني مزيان نهضر المره الاولى الثانيه الثالثه, من بعد نقول سيرونس, من بعد نقول خصني نبدا نضحك كنبان ربما ما ضحكتش وانا كنهضر. وكاين تقنيات اللي ربما من بعد لا بغيتي نهضروا عليهم نقدروا نهضروا عليهم. تري بيان. رضا, على ذكر لا بريز دو بارول اون بوبليك, كنشكرك على النصائح اللي قدمتي لينا. انا كنت بون رشيد, كنت كنتصنت ليه بزاف في لا راديو في واحد البرنامج كان كيدوز في الصباح, ويعني كتحس بيه ملي كيكون كيدوي, يعني كتحس بيه بانه الى امباكت. هاد الامباكت رشيد ديال انك ملي كتكون كتكلم والناس يعني راه تبارك الله كتشوف لي كومونتير ديما انت تشكرك على هذه الطريقه اللي كدوي بها ايتو. بغينا نعرفوا هاد لا كومبيتونس كومون تو لا ديفلوبي. يعني انت كيفاش حتى واحد النهار ما كنتيش كنتيش كتعرف هادشي ووليتي كتعرف هادشي, ولا رشيد معروف بهادشي؟ الا قدرتي تعطينا, يعني هضرنا على الاكسبيريونس ديالك, ولكن لو بلوس يعني ما كرهتكش تكونسونطري لي بلوس على لي كونساي. الو الكونساي الاول, علاش الواحد فاش يبغي ياخذ لا بارول اون بوبليك مثلا اول مره كيخاف؟ يعني هو السؤال الاول اللي خصنا نطرحوه, تيخاف من لو جوجمون الاخرين. نتي الفكره غادي يخيطوا الاخرين من داكشي تيقول بطريقه باش يهضر يضحكوا عليه, وتبدا ديفالوريزي في راسو, تبدا ينقص من قيمته. هادشي مازال حتى ما خداش لا بارول, هادشي غير تيتخيل انه واخد لا بارول. دونك المشكل الاول, العائق الاول اللي خصك تحيد هو الجوجمون ديال الاخرين. انا شو تنصح الناس اللي تنوجههم في هذا الاتجاه هذا ديال بريز دو بارول اون بوبليك؟ تنعطيهم واحد لو كونسي, تنقول لهم طبقوه ولكن ما تسيقوش. انا نتوما تفهموا علاش نقول هاد الهضره هادي. تنقول ان داك لو بوبليك اللي قدامكم اعتبروهم ما عندهم تقيمة. انت اعتبروا ان دوك الناس والو, مفضين زورك, ما عندهم لا ما عندهمش ليجيتيميتي الشرعيه باش انهم يحكموا على لا بريستاسيون ديالك, ما عندهمش الكفاءات باش انهم يفهموا واش تقول. دونك انت المعلم, اغنيه ديال سعد مجرد. دونك الله جد ملي راه في المونتاج. دونك تتحيد ديجا هذا العائق هذا. هذا الكونسي الاول, يعني تتحيد البوبليك لا ليجيتيميتي اصلا باش انه يجوجيك. ما تتعنيش انك تحتقرهم بصح, ولكن دير بحال لا راك كتخدع العقل ديالك باش ديفلوبي, باش تصرمهم كل شيء وكتا ديفلوبي. هذا الكونسي الاول. الكونسي الثاني, فاش تهضر ما تهضرش مع كل شيء في دقه واحده. لو ريغار ديالك غادي يتلف, ومني لو ريغار يتلف هاد المساج بغيتي تقول غادي تبقى تعاد لي كورد فوكال بغيتي تعادو. دونك في البوبليك ايدونتيفيي جوج ولا ثلاثه ديال الناس, وبقى تنقص من هذا لهذا من هذا لهذا, ثلاثة ما تفوتش ثلاثة, جوج ولا ثلاثة ما يكونوش حدا حدا, يكونوا في بلايص مفرقة باش عينيك تمشي. ولكن ديما شوف دوك لي تخوا روكا هما يكونوا جيني, حيت كل مرة تبقى تنزل على هذا على هذه على هذا, ولكن أنت غتريحك. علاش؟ حيت عندك دي روبيغ في ديك لا ماس اللي هي لا فول اللي قداك تصق اللي تقد تلفك. دونك بخومي كونسي, تحيد لا ليجيتيميتي لو بوبليك باش يجوجيك. الكونسي الثانية, تختار ثلاثة دي بيغسون هما اللي تفيكسي عليهم الروكار ديالك. لو تخوازيم كونسي, قبل ما تاخد لا بارول, دير لا ريسبيراسيون بروفوند, اوكسيجيني لو كور, انسبيري اكسبيري, طلع النفس ديالك مزيان, خلي الاكسيجين يدوز مزيان. علاش؟ باش ما تكونسونطراش لو ستريس عندك في الفيلم. اكزاكتومون. داير هو لا بريز دو بارول, فاش تهضر بوندون 15 مينوت خاصك تميتريزي لا ريسبيراسيون ديالك, سينو غتسوفلا. سيرتو لو كان جمله طويله تبقى تهضر تهضر, تتعلم لا ريسبيراسيون فونترال, تتنفس بالكرش ماشي تتنفخ كلك وتتهبط كله, ماشي لو ستريس. اكزاكتومون, باش تحيد لو ستريس لي هرمون تيتقادو وتتولي تهضر بطلاقه. والاخر الكونسي الاخر, خاصك تميتريزي السوجي ديالك اصلا. الا كنتي ميتريزيه مزيان وضابطو, ديجا واحد 80% القلعه محيده منك.
ولكن الا كنتي قلبتي في ويكيبيديا شويه شويه هنا وجيت تهضر اون بوبليك سي نورمال راه تحك شويه انت ما تلقى والو. هي رشيد قلت واحد النقطه مزيانه في لا ديستريبيسيون ديال لي ريغار، يعني كيفاش توزع الشوف ديالك على الناس كامله، من الاحسن الناس اللي غتشوفهم تكون كتعرفهم باش يعطوك واحد الثقه اكثر. يبتسموا لك فاش تشوف فيهم تيني ما يكونش داك لو ريغار ولي ديفيو لو ريغار ملي تشوف فيهم. كتلاحظ رضا، جو سي كو انت قريتي رضا، وجو سي كو اكطويلمون تتقري في ديزيكول لي معروفين، ورشيد تاور عنده ليكسبيريونس ديال لونسينيمون. ملي كيطلعوا لي زيليف ولا لي ستوديون، باسكو اليف كندوي على لي ستوديون تندوي على لي سوبيريور، في لي اكسبوزي ديالهم راه دوك لي اكسبوزي عرفتي شحال تينفعوا شحال تينفعوا. راه تنقول لهم بان راه كل ما طلعتي درتي لي اكسبوزي كل ما تو فا كومونسي ا ديفلوبي هذوك لي اكسبيريون هذوك لي كومبيتونس ديالك في لا بريز دو بارول، لان راه كتلقى قد عر مع التلاميذ ديالو ولا مع الطلبه اللي تيكون كيقرا معاهم كيشوفهم اج 24 معاهم في الصباح ومعاهم في الليل كيشوفهم اكثر من والديه. وفاش كيطلع كيدير ليكسبوزي ديالو تتشد واحد الخلعه تتشد واحد التقفقيفه. وانا تنقول زعما كاين نداء ان لي بروفيسور اللي كيكونوا تيتفرجوا فينا دابا في برنامج ديال لا بيفيت يعطيو التلاميذ ديالهم تشالنجيهم بارابور لهذوك لي زيكسبوزي، باسكو سا ايد في لو كوتي ديال لا كوميونيكاسيون. ياك رضا؟ اكزاكتومون. انا نعاود لكم واحد القصه وقعت ليا كونكريت. انا ملي خديت الباك بسوغ من دراسه عموميه طلعت في اللوك درت لو ان سي جي ديال ستاتش. ملي درت لو ان سي جي ديال ستاتش كانوا كيديروا لي زيكسبوزي بزاف، وكان عندي انا اشكال في الفرنسيه، دونك كان كيجيني مستوى بحال طالع. عندي افكار حتى ديك كنفهمكم ولكن ما نقدرش نجاوبكم. دونك عندي زعما كنبغي نبارتيسيبي في لو ديبا، ولكن ما كنتش تايق في راسي كيفاش غادي ندير. اول حاجه درت باقي نقرا، كنت جبت مزيان في السيزيام ولا هذا، كانوا عطاوني واحد الكتاب سميتو لو غيد دو لا كومونيكاسيون. زوين عندي عندك هذاك فيه بزاف لي زاستو سامبل، وكيعطيك دي زيكزامبل. كيقول لك مثلا الا كنتي كدوي بالزربه دير في الورقه ديالك اللي دير فيها لي زيدي، دير ان تروك هكا باش فيما تشوفها انكونسيامون كنتي كدوي بالجهد غتهبط، كنتي كدوي بشويه كنتي ماشي كتبقى مخنزر كيرسم ايموتيكون في ضحكه بلا ما كاش قدامك شي واحد اللي يضحك لك في وجهك باش فيما تشوف هنايا غديرها. دونك انت ربما راك انت مع الورقه، وكاين الناس راه كيردوا البال لهادشي ملي كيشوفوك ضحك كيقولوا هذا تايق في راسو، واخا انت راه تقدر تكون مخلوع ايتترا. من بعد شنو درت؟ خاصني ليكزيرسيس، درت قلت ندير واحد الاجر لله في سبيل الله وفي نفس الوقت غادي نستافد منه. مشيت كنقري صحاب الباك وي سبيل الله، دونك انا راه كنقريهم كيف قلتي انت حدويتي على القسم ماشي عطيتك المثال، مي في نفس الوقت كنحاول نطبق داكشي اللي شفت في الكتاب حيت ضروري ليكزيرسيس. ليكزيرسيس واخا تقراه كان واحد بحال قلتي انتيغان فيه كتاكسبيريمونتي داكشي اللي كنعاونهم، وفي نفس الوقت كنبدا بعض المرات نضحك بعض المرات كنطلع الصوت بعض المرات كنهبطو ربما ما كيردوش البال لهادشي، وكان انايا كنحاول نتريني على داكشي اللي قريت. من بعد قلت لهم في الدوره الثانيه باقي نقرا في السي جي كاع لي زيكسبوزي كنبغي نوض نديرهم، بارفو كتكون 300 واحد البرومو كامله، اي كنعطي ضروري نطلب شي واحد يصورني. ملي كنت كنشوف لي فيديو ما كنتش كنكون ساتيسفي براسي، كنت كان مثلا باقي غير كانوا كيضحكوا عليا يديك كنبقى نطلع بزاف بحال كنرابي كيقول لي انت ما كترابي كندير بحال هكا بور لو مانجمنت لا فهمتي بصح كان عزيز عليا الراب. وباقي انا ما كنتش رضيت واحد المره واحد الفيديو قالوا لي ما رضيتش مي شفت الفيديو شفت بلي ايزون غيزون ما كتكونش عاقل على راسك ما كتكونش عاقل، والصوت كنت كان بحال حافظ اروك انا ما حافظش. ملي كتشوف داك الشيء في اللون ما يعجبكش الحال، مي من بعد غترد ليه البال مره ثانيه ولا يدي كنرد ليه البال عارف راسي الا طلقت غطرافي. بقيت كنعاود لي زيكزيرسيس قدام المرايه بلي زيكزيرسيس كتولي واحد القش كتولي انت كتبغي تهضر دابا امينه ما سكتينيش ما ميرسي بوكو رضا، ميرسي بوكو رشيد. لاحظتوا بان الناس اللي كيتفرجوا فينا دابا اكشوالمون يعني راه الانسان الا ما الا بقى داك الشعر محصور في الكتاب وفي لي فيديو اللي كيتفرجوا فيهم باش تقدروا ديفلوبيو لي كومبيتونس ديالكم سي با دو تو سوفيزون، باسكو الشعر يعطيك واحد لا كونيسونس غتولي كتعرف شنو خاصك دير، ولكن الفو ابليكي. ياك رشيد الفو توجور باسي عندك الحق باش تقول ان في لافاك ولا تقبل في الليسي بعد ما تيديروا دي سيكسبوزي هذيك لا بروميير اكسبيريونس اللي عندك اول تجربه اللي عندك في لا بريز دو بارول اون بوبليك، واولا عندك الاستاذ اللي تيجوجيك تيشوفك تيراقبك، وثانيا عندك كاع صحابك اللي تيحملوك واللي ما تيحملوكش اللي حتى هما تيشوفوا غيضحكوا عليك وتشوفهم تيضحكوا ما بيناتهم شويه. هذا الا تجاوزتي المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه هذه القضيه ما يبقاش يهمك شنو تيقولوا الناس ولا شنو تيضحكوا شنو تكتسب واحد الثقه. دونك كاين لا براتيك حتى في لا فامي بعد المرات في الغداء تتكونوا كاملين انت والوالد ديالك الوالدك تجبدوا موضوع تبقاو تناقشوا حتى هي راه مدرسه تتعلم مع صحابك في البيفات مثلا تتعلم هذا بخاتيك ما كاينش احسن منها تيقول لك وشوفوا دي جون اللي ديجا عندهم تجربه تيقول لك سول المجرب سول الطبيب نفس الشيء الطبيب والكتاب سي بيان يعني تشوف الطبيب ولكن المجرب هو اللي داس على ديك الخدعه اللي دزتي عليها وداك لو تراك اللي دزتي عليه ودوك التجارب اللي تدوس عليهم هو اللي غادي يعطيك نتاعك. باقي تعقل على اول حلقه ديالك رشيد في الراديو كيفاش في الراديو باقي عاقل دابا اللي ما كيعرفنيش نبان له دزت عادي وهضرت عادي ومطلق
ولكن انا لداخل لي كورد فوكال وكنت رعد هذيك اول مره في شنو كان الموضوع انا تركيا كان على لي زيليكسيون تركيا وباقي عقل عليها عمري ما نسى هذيك التجربه الاولى ولكن انا ديجا خديت لا بارول اون بوبليك من قبل درت محاضره وهذا ولكن ماشي الراديو تتشوف واحد 200000 واحد تيسمعك 300000 واحد تيسمعك ماشي راه ماشي 100 واحد قدامك في لونفي هذا ولكن لابخاتيك شوف غير لابخاتيك المره الاولى الثانيه الثالثه واحد الوقيته تنسى كاع انك اونجي داك تتخيل انك مع الناس اللي معك ستوديو هذا تتهضر وانتم تبارك الله شوف الحمد لله حتى انا الصراحه باش بديت انا فاش بديت في لونسينيمون راه سيتي با دي تو فاسيل فاش كنت يلا غادي ندخل لا كلاس والله القاسم اللي باقي نعقل عليها طلعت عند الصالون ديال الوالده صاحبي رجعت المسند كامل هبطتهم نضرتهم بحال التلاميذ اللي كندوي قسما بالله العظيم حطيتهم درت سيميلاسيون وليت كندوي وهنايا راه بحال قلتي راه خليت السيرفو ديالي يتعود على هاد لا سين راه ملي غادي ندخل لا كلاس راه غادي نلقى لا ميم شوز عين هذوك مساند وهذا راه وصح لا وسيرتو لا كلاس ما تيرحموش هما الدراري شحال ما تيكونوا صغار شحال ما تيكونوا اشراف وحق الله ما تيذقلوش دي بريداتور تيكونوا باقي الكبير قد يتفاهم معاك يتسامح صغار ما يذقلوكش انا درت لا كاسكيت ديالي ديال ان بروفيسور في الليسي راه الشيء راه التلاميذ راه تيقلعوك ويطيروك من الدقه الاولى علاش كتلقى باغفوا استاذ شي مدرسه تيضرب فيها 10 سنين ولا 12 عام حتى هو كيبغي يمشي وكتلقى استاذ كيضرب ميم با السيمستر الاولاني وما كيكملش العام كيمشي في حالاته علاش باسكو التلاميذ صاحبي راه تيعرفوك واش كومبيتون ولا ماشي كومبيتون واش كتميتريزي لا كلاس ولا ما كتميتريزيش لا كلاس واش ريسبونسابل باسكو هنا تنخلو في لي سوفت سكيلز لي كومبيتونس الاخرين من غير انك تتمتلك لي سوجي وهذا لا ريسبونسابل تعرف تجيري تعرف الكوليكتيف ضبط لوتوريتي شتيش انا تندوي وغادي ناكد على ان الواحد خص يكون ريسبونسابل القرارات اللي كتاخذهم ماشي غتاخذ واحد القرارات وما غتاسوميش لا ريسبونسابيلتي باسكو تنظن حتى في يعني في لو ميليو بروفيسيونيل وحتى في حتى مع راسك ولا مع الزوجه ديالك ولا مع بو امبورط لا سيتوياسيون يعني اي قرار خصك تاخذه خصك تكون فيه تكون عندك واحد المسؤوليه وهاد المسؤوليه هذه راه باغمي لي سوفت سكيلز اللي كيقلبوا عليهم حاليا في الشركات ان الا تعطاتك واحد لا ميسيون خصك ديرها راه صافي راه ما يبقاش اشاك فوا نعيطوا لك اشنو درتي وفين وصلتي واشنو درتي سي بون تدو اسيمو لا ريسبونسابيلتي ولا ريسبونسابيلتي راه الا جاو عند جوج الناس عندهم لو ميم ديبلوم وغيدخلوا لواحد الشركه وغادي يبغيو يخدموا في هذوك جوج راه نتوما مجوجكم قارين مثلا الماركتينغ ولا الماناجمنت شنو الحاجه اللي غتخلي ياخذ هذا وما غيتش الاخر هذه سوفت سكيلز اللي كنتكلموا عليهم حنا ركزنا بزاف على لا كوميونيكاسيون سي كوم سي لا كوميونيكاسيون راه هي لو سونتر ديال لي سوفت سكيلز كامل ولكن لا يا انكور لا ريسبونسابيلتي وتنظن أن الواحد كل ما كان مسؤول وكل ما كان قادر أنه هذيك المسؤولية يقد بها ويعطي فيها كل ما غيطلع يعني يطلع من الكمبيتانس دياله وقدر يطلع حتى في الكوتي ديال أنه يبقى في هذيك الشركة ولا يديفلوبي ولا يدير شي بروجي دياله ويتو رادا شنو كتقول على الغيسبونسابيلتي ديالك انت بون الغيسبونسابيلتي جنرال شنو كتقول عليها انت لا هو كاين واحد أنا بالنسبة لي في لي سوفت سكيلز واحد الكاليتي كتجيني ضرورية لواحد اللي بغي ينجح دو على قبل السي رشيد ديال لومباتي لومباتي هو انك دير راسك بلاصه الاخر انا كناخذ ديما الحياه بهذه الطريقه التعاطف اكزاكتو كتعاطف ولا سورتو كتلعب الدور ديالو تتخيل راسك بلاصه كتحس به غير كتحس به دابا انت دويتي لي على بالنسبه للريسبونسابيلتي مع باترون مثلا ديالك ولا سوبيريور دير راسك انت هو سوبيريور قول انا سوبيريور ومختم معايا واحد كيخدم معايا اشنو غنكون كنتسنى منه كيفاش غنبغي يتعامل مع لي دوسي عندك اونتروتيان نفس الحاجه قول انا غندوز واحد اونتروتيان باش نخدمو لا اونتروتيان بور ستاج ولا اونتروتيان بور ان ماستر ولا مع الاساتذه ملي غيجي قدامي ان ايتوديون كيف قلتي عندي جوج خصني نختار واحد اشنو اللي غيخليني نختار هذا وما نختارش هذا غنبغي واحد كيف قلتي امين كيبان معقول هادشي حنا شفناه مع وليد الركراكي دابا فريمون عاوننا في هادشي باش نتقادمو غيبغي واحد يكون معقول كيبان لك في عيني انه ولد الناس ولا بنت الناس باغي يخدم اول حاجه غتقلب عليها قبل لا كومبيتونس غتمشي ولكن قبل حيت لا كان كومبيتون ماشي معقول وبالك ماشي معقول ما عندك ما دير به من بعد كيف قال سي رشيد راه كندوي على الهضره الكومونيكاسيون هذا ولكن كيسكو تو فا كومونيكي تشوف لا الكونيسونس سي فري اش كيعرف بعدا سي فري داكور سي فري والحاجه الثالثه ايفيكتيفمون سي ملي كدويتي على الريسبونسابيلتي مع تاع لوتونومي كيف قلتي ما بقاش متبعو انايا اش درتيش ما درتيش راه خصكم تعرفوا باللي اي واحد ملي زعما الناس سيرتو اللي خدامين ولا في ستاج وكيقول لك راه كيمرضوني كل مره معيط لي وهذا ساشكو هذاك السيد كيبقى يعيط لك راه اكفس حاجه كيدير في حياته حنا انا كنجربها اكفس حاجه ندير هي نعيط لشي واحد نقول له فين وصلتي ولا ولكن انت ملي كتبين له راك اوتونوم راه كتقدر غراض راك تاخذ لي زينيسياتيف راسك بلا ما يقول لك راه بالعكس هو غير ارتاح علاش هو يبقى متبعك داكوغ ميرسي بوكو ريدا على هاد لي كونساي رشيد بغيت نمشي معاك لي ريزو سوسيو لان دابا حنا صعيب ان الواحد
بون ما كنقولوا صعيب يعني على حساب داكشي اللي تنعيشوا مع 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 لي جون ايتو صعيب انه يهز كتاب يبدا يقرا فيه ويدخل فيديو يبدا يتفرج باش يتعلم المهارات ديالو، ولكن كتلقى كيدوز الوقت ديالو بزاف لي ريزو سوسيو. واش كاين شي ليام ما بين لي سوفت سكيلز وما بين لي ريزو سوسيو؟ واش نقدروا نعتبروا بان لي ريزو سوسيو سي موان باش الواحد يقدر يستعملهم باش ينمي من من من, من هاد الكفاءات ديالو؟ شوف، هو كل واحد من دوك لي ريزو عنده الالغوريثم ديالو، عنده لي زوبجيكتيف ديالو، عنده البوبليك ديالو. دونك اصلا اولا ما يمكنش تتصرف مع كاع لي بلاتفورم بنفس الطريقه. لهذا كاين شحال من واحد تيستعمل لينكدين بحال بحال فيسبوك، الكونتوني تيحطو فيسبوك تيحطو في لينكدين والعكس صحيح. لا، دونك الا بغيتي ديفلوبي لي سوفت سكيلز مثلا بغيتي ديفلوبي لو ريزو ديالك لي كونتاكت ديالك، عندك دو تيب دو ريزو، عندك تويتر وعندك لينكدين. لينكدين سي بيرمون بروفيسيونيل، c'est-à-dire les entreprises, les cadres, etc. Donc tu peux être en relation avec eux par un mubashira. Et donc déjà, le fait de la capacité à développer un réseau, d'achlaf les soft skills, d'achlaf l'intelligence émotionnelle, la construction d'un réseau, les liens, l'entretien des liens, etc. Twitter, c'est plus politique. Chez Twitter, par exemple, tu vois la machine à café des entreprises, de l'Internet. عرفتي باش تكون بوز كلشي تيتلاقى حدا الماشينه كافي وتيبداو يهضروا سمعتي البارح هذا ترامب قال لا بوتين دار. هو تويتر سي فين تنجمعوا، عندنا لا كونتيتي دو كاركتر قصيره، دونك تندخلوا في دي سيشونج على لاكتواليتي. لينكدين سي لي ريزو ديال لي زافير ماشي ديال لاكتواليتي. دابا الى مثلا ان ايتوديون باغي يدخل في لينكدين، لينكدين سان سي في، سان سي في فيفون اورغانيك، ممكن تصايبو انت كيما بغيتي، ممكن تبدلو دير لو ميساجور. سان سي في كي بوبليك دوفون تو الموند، يعني اي واحد ممكن يشوفو، ولكن تعطيك الامكانيات انك تماتيرياليزي داك السي في. سيتادير لو سي في ديالك درتي باسيوني بار لا بوليتيك مثلا، tu dois communiquer des choses, c'est-à-dire voilà, tu peux publier à la politique ou tu publies avec un commentaire dialogue, avec une petite analyse dialogue. Pourquoi pas dire un petit texte publié sous la forme de statut web? Pourquoi pas investir le téléphone dialogue ou la caméra ou des petites vidéos tchalil dialogue de déjà français, l'anglais, hada elle avec des sujets qui te passionnent. Comme ça menin le recruteur radi chouf le profil dialogue, des fois chez une recherche il le profil dialogue avec les mots clés ou hada يتقلى يلقى سيد ما تيكذبش فعلا داير باسيوني بار هادي je sais pas la nature ou l'hada فعلاً تيدير un contenu non seulement il relaie تي partager un contenu intelligent ou qui non plus il produit ou là il coproduit par des commentaires par des analyses ou هذا. Donc déjà tu as واحد المصداقيه اللي كشي تدير في السي في ديالك، نفس الشيء اللي كتي باسيوني بالكونتي ولا تطابق باش الناس يفهموا شنو تتقول رشيد بالنسبه لك. خص يكون واحد التطابق ما بين داكشي اللي كتنشر والمعلومات اللي حاط على السي في ديالك انت في لينكدين. هذا شحال من واحد تلقى مدير بوتيك واللي داير له السي في وف اوبيت يدير له فواياج سينما، تدخل معاه شويه في السينما في تاريخ السينما شو مالي تلقى ما شاف حتى واحد فيهم. فواياج فين مشى مشى جهدو مشى لشفشاون اقشور، يعني تحيين ننزل اقشور كنمشي ندوز عند لا يعني فعلا لا كريديبيليتي راه مهمه. لينكدين عطيك واحد لوكازيون لي ذهبيه. علاش؟ حيت شحال هادي فاش ما كانش لينكدين تصيفط السي في ديالك وفاش يعيط لك ريكروتور عاد تيبدا يمتحنك تيسولك واحد لو بيهضر لي عليه. دابا عندك الامكانيه قبل ما يعيط لك كاع انت ديجا جبتي لا بروف انك باسيوني بهذه القضيه. دونك لينكدين مهم بزاف اللي بغى يلقى خدمه واللي باغي ايفولي في لا كارير ديالو، يعني ان سي في فيفون عنده حي. تيني ابخي فيسبوك سي بيان بارطاجي مع لي زامي لا فامي، ولكن ما تلقاش خدمه في فيسبوك. تلقى الكوميرس اذا عندك حانوت تجاره ممكن دير لي بوتيك ولا هذا، ولكن الا كنتي يلاه فريشمون ديبلومي وباغي تلقى خدمه عندك لينكدين. ابخي بغيتي تكون عندك واحد الفيزيبيليتي واحد المصداقيه واحد لا نوتوريتي تويتر. دونك نقدروا نقولوا بلوس يعني هاد لي ريزو سوسيو باش تتزوج انستغرام. شوف حنا ثلاثه انا مزوجين عرفتي شنو الصداع؟ ولكن صح كنصح المتفرج داكور. لا لا حنا ما معنيش لا واخا راه في حاله مدنيه عندنا ثلاثه صفحات باقي هذيك ما كتعجبش العيالات. المهم الا ما شفتوني في الحلقه الجايه راه كنتفلاو ياك ادم وحواء كانت عندها ادم كانت عندها وحده سي فري حنا وحده الا شافوا لا فيديو هذه السنه الادميه الا ما شافوش لا فيديو نعمروا لي باج. الوغ رشيد الى 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 اذا فهمت شنو بغيتي تقول لنا توطالور، يعني ان الواحد بالنسبه لا ناتور ديال لي ريزو اللي غادي يخدم سي اون فونكسيون ديال لي بيزوان ديالو. ان الواحد الا بغى يديفلوبي لو سي في ديالو بلوس يمشي يدخل باغ اكزومبل لينكدين ويبارطاجي مع الناس داكشي اللي تعرف يدير، اي كوم سا ماشي بحال لا ميثود كلاسيك اللي كان خاصك تحط السي في ديالك وتحس السوميلا ديالك تقدر على الشركات وتحط وتشوف واش ديك اون شونس وتريح وتدخل ويدوز وعاد يبدا يمتحن فيك. اور كو دابا عندك واحد النافذه المحلوله على اي واحد بغى يجي يشوف شكون هو رشيد عشاشي ولا شكون هو رضا الفقير، وغيدخل لينكدين وغيلقى رضا الفقير حاط السي في ديالو وها شنو كينشر رضا الفقير. وكوم سا كاين واحد التطابق ما بين داكشي
كاتب رايده في السي في وداك الشيء اللي تعرف يعني. بعد كاين دي كونسي تكنيك بحال لي هاشتاغ تخدم بهم بطريقه انتيليجنت باش تطلع لا بوتونسييل ريكروتور ديالك ربما يطلع له لارتيك ديالك يشوف هذا الشاب هذا تبارك الله عليه فهمتي سي فري يقد يشوف من غير انك كتعرف بون تنشر داك الشيء اللي كتعرف دير رايده كيفاش نقدروا نستعملوا عاوتاني لي ريزو سوسيو باش ننميو كفاءات اخرى اللي هي مهمه الان في سوق الشغل. هو الشيء اللي قال السي رشيد مهم بزاف. انا غير الشباب خصهم يعرفوا واحد القضيه هو انه اي حاجه فيها نفع كتاخذ واحد شويه ديال الوقت دونك خص الصبر داكو. دونك ملي كندوي على مثلا كيفاش غادي نقدر نتطور والسي رشيد دو انه يولو عندي دي كونتاكت يعني داك الشيء ديال باك صاحبي بين قوسين اللي كان كيتقال ان ثاني يولو عندي دي كونتاكت واخا ما يجيبوش لي شي واحد ممكن ولكن خصني نصبر عليه وخصني نكون عارف فين باغي نمشي. انا بالنسبه لي كني قبل السي في هو ديك لا فوتو بعدا داكور هذيك لا فوتو بعدا ملي شفت صويرتك مهمه في ديال سناب شات كيديروا في السي فوتو ديال السي دونك كيبدا من التصويره والتصاور اللي كيتلاحوا داكور. وانت غادي اهم حاجه هو انني انا كنحط بعدا في ورقه ولا فراسي كنقول انا شنو باغي من هذا لينكدين مثلا واش باغي ستاج باغي خدمه كيف قال سي رشيد خدام وباغي خدمه حسن لا كنت خدام باغي خدمه حسن فين واش باغي نقلب الدومين ولا نبقى في نفس الدومين هاد الامور هادي حيت كيقول ما كاينش طريق مزيانه شي واحد اللي ما عرفش فين غادي دونك هاد الامور هادي هي اللي خصها هي اللي غتخليني نبارطاجي هادي ونبارطاجي مثلا هاد الارتيكل وما نبارطاجيش هاد الارتيكل نقول هاد القضيه وما نقولش حاجه اخرى دونك هادي الاولى دونك نديفيني شنو باغي. الحاجه الثانيه كاين واحد لي كومبيتونس انت دوينا عليهم كبيره منهم لا ريسبونسابيلتي كنبغي واحد معقول سيتي. انا نقول لك عاوتاني انا كنحاول نعطي لك اللي وقعوا ليا انا دوران مون بروميير ستاج هذيك قلت هذيك المره مي غنزيد الثانيه دوران مون بروميير ستاج ديال البي اف كنت باغي ندير الفيسكاليتي بقيت كنبارطاجي على الفيسكاليتي اجوتيت كاع الناس اللي خدامين في الفيسكاليتي كنصيفط لهم دي ميساج عافاك عطيني دي كونساي انا شاب باغي ندير هذا شنو بان ليك عطيني ان روتور والناس كاين شي وحدين ما كيجاوبوش ما تسناش كلشي يجاوبك ولكن كاين شي وحدين نفس الشيء في هذه القضيه هذه ما خصناش نلومو الناس اللي ما تيجاوبوش ما واحد تيجي 40 ميساج الا كان يدوز يجاوب على كل واحد يدوز النهار كله تيجاوب غير تماما دونك شحال من واحد تيتقلق وتيسبك من بعد كون انت كبير انت راه ما يمكنش لا ما يمكنش الا عندي الوقت راه غنجاوب ما عنديش راه ما يمكنش ولكن غير واحد القضيه راه يقدر ما يجاوبكش وهذه اللي بغيت نقول حيت مبين ملي كيقرا الميساج ديالك غيقرا وانت ملي دير شي كونتوني شنو ننصحك صيفط له عاوتاني في ميساج بخيف مثلا باغي ندير الماركتينغ لقيت شي ارتيكل انتريسون ماركتينغ بونجور مسيو فلان جو بارطاج افيك فو هاد الارتيكل راه مهم على الماركتينغ حيت وقتنا في الماركتينغ ارتيكل مره اخرى ولا شي فيديو اخرى نبارطاجها معاه كتولي او ما كيولي يعرف سميتك سي فري اي هاد الشيء كيعاون. حاجه اخرى اللي مهمه شنو هي هو انه ما تبارطاجيش غير داكشي اللي عنده علاقه بالحرفه. انا مثلا كنت كندير العمل الجمعوي بزاف وكنت كنبارطاجي وهذه هي اللي بغيت نتقاسم معكم باش عارف ان سبحان الله العظيم كاين شي امور كنت كندير العمل الجمعوي بزاف كنعاون الناس وهذا في التعليم انت راك عارف امين وهنا حتى فيسبوك عاوني في الخدمه دونك ماشي غير لينكدين. ملي كدخلت واحد الكابيني باقي نعقل انا كنت كنخدم مزيان كنتقاتل مي باقي نعقل في لي فالياسيون قالوا لي بلي كيلكان كان بيان بلاصي في واحد لوردر بلا ما نسميه اللي معروف في السيكتور اللي كنت فيه انايا راه كيوصي عليك وشاك فوا كيعيط يسول عليك شكون هو هاد كيلكان لقيت راسي عرفت سميه يعني بالنسبه لك انت راك تدير واحد الحاجه وراه كاع ما كيشوفوها الناس ولكن راه الناس راه عارفين شكون هو رضا وعندهم واحد الفكره عليك وانت ما جيبش الدنيا خبر سيد عمري ريحت معاه حد لقيته مره كيلايكي مره كيكومونتي كيقول لي الشباب في حالك محتاجينهم في البلاد الله يكمل بخير حيت كتعاون الناس يتو. دونك تسيت كنقول لهم هذاك الشاب كيعاون الناس خصنا نعاونوه دونك الا ناقص شي حاجه قولوا لي انا نوريونتي هما كيقولوا لي لا راه مزيان اي اشاك فوا كيسول دونك ملي تبارطاجيو هذا الشيء قلت ليماج راه كتبني امين حيت ما يمكنلكش تبني ماركه نكمل الفكره ما يمكنلكش تبني ماركه في شهر ولا في سيمانه كتبني ماركه سميتها امين نصر الله ملي كتبنيها في الدوام وما نتسناش النتيجه على المدى القريب. عرفتي رضا رشيد انا تنبارطاجي في لي ريزو سوسيو من 2012 وانا تنبارطاجي بدون انقطاع كنقول لك ما كاينش بعد الاغلبيه اللي قرا ليكونومي
غيكون ضروري طاح شي فيديو ديالي ولا طاح شي ستاتيو ديالي دوبوي دي زاني. والحمد لله يعني ميزا باغ الدعوه ديال الناس هادشي الانسان تيحس به في حياته بان راه كتولي محبوب عند الناس، كتولي كيقول داك السيد راه تيدير واحد الحاجه اللي زوينه، تينشر مع الناس المعلومات، كينشر الناس الفيديوهات. واخا الفيديوهات اللي كنت كندير انا راه شي درا ما كانش فيهم، ماشي تبارك الله دابا شوف دابا الماتيريال ولا انفستيسمون كتلقى بان راه هي ان ترافاي تكنيكي. انا كنت كنمشي في الطوموبيل يعني انت كدير شي حاجه وسبحان الله العلي العظيم داكشي جاب البركه ديالو. يعني الحمد لله يعني في الكوتي بروفيسيونيل في لي زيكول الحمد لله السميه ديالي راه بنيتها ودرت فهمتينا بنيت واحد السميه ولات دابا الحمد لله داكشي اللي دابا ولينا عايشين منه دابا باش تولي مرجعيين ريفيرونس. الحمد لله الحمد لله. يعني باش نقول لواحد انه راه مزيان انه ينوض ويدير شي حاجه زوينه ويقدم لي ان اي حاجه غادي ديرها راه كاين لا فالور اجوتي ديالها. كيف ما شفتوا دابا رضا اكطويلمون راه الناس كيدويو من الدار ديالو هو راه ما عارفينش الناس كيدويو عليه بوركو باسكو لا في كلكو شوز مزيان للمجتمع. وهذيك راه كفاءه بالنسبه لي انك كدير العمل الجماعي. والعمل الجماعي راه ما ساهلش رشيد انك تنوض وتقول غندير شي حاجه للمجتمع. يعني راه كتخصص الوقت لمن لوتخوي سوفت سكيلز ما تخلصش عليها ويمشي لك نهار تاكل الوقت ديالك وزيد 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 ان الانسان يحاول يدير هذه الكفاءات هذو. راه ماشي راه علاش دوينا على لا كومونيكاسيون، دوينا على لا ريسبونسابيلتي، دوينا على ليكوت، دوينا على بوكو تشوز لينيسياتيف كرايون كوليكتيف. رشيد ما كرهتش تعطينا عاوتاني دوطخ كونسيف دوطخ سوفت سكيلز نقدروا ندويو عليهم قبل ما نسالي الحلقه في اطار لي ريزونيت نيت في اطار لي ريزو باش ما نخرجوش على لو كادر ديال الحلقه اليوم. نعطيك مثال واحد اخر وهذا في ميريكان دابا راه داير بوم وفي اوروبا حتى هو كيف المغرب باقي شويه معطل. واحد مثلا عنده اون باسيون مثلا في ليكونومي الماركتينغ مثلا غير الماركتينغ، علاش من غير لي ريزو سوسيو ما يديرش ان بودكاست ديالو؟ دابا سبوتيفاي شحال 100 درهم ولا 90 درهم الشهر لابونمون، يعني لا فورمي رخيصه كاع ماشي بلي بيرجومون كاع واحد 150 درهم الشهر. ينفيستي في ميكرو يكوموندي من جوميا ولا هذا 150 درهم ولا 250 درهم. كدوي على الكرياتور مود كرياتور. كندوي على الكرياتور مود كرياتور حيت مود بحيث بالنسبه للناس اللي بغيت سبوتيفاي راه عطيهم مزيان ملي فكرتيها ونخليك تكمل. هو ان اتيديون الا كان عنده واحد اتيستاسيون ديال القرايه يقدر يصيفطها لسبوتيفاي وغياخذ لابونمون ديال 17 درهم الشهر اوليو 50 درهم الشهر. وانت انا ديرها باسكو لا جو بريبار مون دكتوراه. لا ما غاديش جو بريبار مون دكتوراه. لا جو بريبار مون دكتوراه. صيفط لهم لاتيستاسيون و ايلز اون اكسبتي حتى 2023 جو باي 16 درهم الشهر. راه والو بارابور شي سبوتيفاي عالم بوحدو. شي الواحد اللي عارف كيفاش يقلب فيها نخليك تكمل في الكادير. عرفتي لي بودكاست ديال ليكونومي انا تنسمع ليه وبارتو كاين واحد فلسطين عرفتي فلسطين تبارك الله وتدوي على الاقتصاد بالعربيه وكتعجبني ديك اللغه الفلسطينيه كيهضروا بواحد العربيه زوينه ديالهم وكيدوي على الاقتصاد وكيدوي على داكشي كيعطيني الصراحه كنتعلم من عنده بزاف د الحوايج. نخليك رشيد تكمل. قلت لك علاش ما يديرش بودكاست يعطق له سميه يشتهد ياك هو تيبغي الماركتينغ يخدم على اللوغو تيشوف مع شي واحد انفوغرافيست ولا هذا يعاون يدير اللوغو يخدم على الكونسيبت يدير مثلا 10 مينوت ليميسيون وحده في السيمانه وكل مره يابوردي مثلا وحده. انا كاين واحد الشاب شفتو غادي تيطلع بشويه في لينكدين اكتشفتو من بعد لقيتو تما انستغرام كل مره تيدير اون كابسول فيديو على شي حاجه عندها علاقه بأون مارك مثلا لي كابسول نيسبريسو كيما تيقلد تيهضر بواحد الدارجه على لوغو تيهضر بالدارجه وتيدير واحد بحال كلمات كيتشابهوا ماشي هو دابا نوريك ربما المهم هذا الشاب هذا راه مشى بعيد دابا تبارك الله هذا وكنت بارطاجيت لي فيديو ديالو هذا ايتترا دار دي كابسول بون هو دارهم فيديو ولكن ممكن دير دي فيشي اوديو ديال 5 مينوت 10 مينوت ابرجيهم في البودكاست ديالك. علاش؟ حتى تعلم تبني اون كوميونيتي تيوليو لي جون لي باسيوني بنفس الموضوع شنو انت تيشوفوا تيعطوك واحد الشرعيه لانك خديتي لينيسياتيف انك تهضر اون بوبليك على داك السوجي وتبارطاجي. الله يجعلك تبارطاجي غير الكود اللي قريتي تعاود ديرو بواحد الطريقه اللي زوينه تخدم المونتاج. دابا كيدير لوجيسيل ممكن تيليشارجيهم غراتويتمون ديال المونتاج تتعلم فاسيلمون لي بيس كيفاش تحط الصوت هنا ليماج هنا الفيديو هنا تخدم على ليستيتيك ديال البودكاست ديالك دخل لي بون ميوزيك في الانترو دخل هذا تتبني كوميونيتي وتتبني واحد الشرعيه واحد لا كريديبيليتي واحد لا ليجيتيميتي كيولوا عندك متتبعين وهذوك المتتبعين تيساهموا هما براسهم في لافيسيبيليتي ديالك بلي بارطاجو هذا وتتوصل لي باترون هذا. بحال مثلا لينكدين سي ان اوندرو بارفي باش انك تبارطاجي ان بودكاست بروفيسيونيل ديالك. لهذا الموهبه ديالك ما تخليهاش غير ليك
بارطاجيها مع ناس خدين عندهم نفس الموهبه ديالك وخليهم هما يوليو لو ترومبلان ديالك انت باش انهم يكبدوا من لا فيزيبيليتي ديالك. دونك هادي بحب بروميرمون تتعلمك تعلم دي تروك تكنيك, تعلم تعمل اون ابليكاسيون دو مونتاج فيديو, فهمتيني, تتعلمك تخدم على لو فون كيفاش اميليوري لا كاليتي, كاين اوداسيتي, كاين دي لوجيسيل غراتوي اللي ممكن تخدم عليهم, تتعلمك لا ميزون براتيك ديال الماركتينغ, يعني كيفاش تخدم على اللوغو على الكونسيبت على هذا. دونك ديجا قبل ما توصل حتى لو بودكاست اللي تحط ديجا اضطريتي انك تتعلم بلوزيغ تكنيك بلوزيغ ديسيبلين اللي يجعلوك واحد النهار اوتونوم. يعني واحد النهار تكون في الخدمه في شركه انت تخدم ديبارتمون ماركتينغ لانفوغرافي ما كاينش وانت ماشي خدمتك لانفوغرافي انت الماركتينغ ولا هذا, تقول انا جو بو مون شارجي وغتبان بوليفالون غتبان انك فيت خدمتي وفيت درتي وفيت درتي. عرفتي يا رشيد انا بون عندي ان سيت www.aminsallah.com صيبتو لراسي سيبتو راسي في لي زارتيكل تنبارطاجا مع فيه كاع لي ريزومي ديال دي الكره الارضيه جامع حاطهم تمايا بكال لي طلب دابا وورد بريس وهذا لي مونطور التليفون بيكس ارت لابليكاسيون ديال المونتاج ديال التصاور فيها كاع داكشي اللي غتحتاج اون دو كليك كتصايب داكشي اللي بغيتي. كاينين دي زابليكاسيون غراتويت ديال المونتاج في الفيديو اللي تقدر تخدمهم في ايفون تقدر تخدمهم في اندرويد, غير خصها الواحد ينوض يدير شي حاجه. هذوك لي سيت بحال يوديمي عرفتي يوديمي ديال فيليكور فيليكور كتلقى بزاف ديال ليكور اللي هما فابور ويعلموك كلشي اللي بغيتي بالترجمه بكلشي, خصها الواحد ينوض من بلاصتو وما يبقاش يتسنى. يعني انا غنقولها انا عدويا اللي كيبان كيقول لك راه ما كاين خدمه ما كاين ما يدار الدوله ما بغاش خلينا لي بوست ما شنو هذا الديسكور هذا. واش الانسان واش حنا باقيين في 2020 عندك لا مونديالايزاسيون ودابا والله العلي العظيم انا ندوي لكم انا واحد القضيه زوينه كنت كنديرها انا حيت عزيز علي نكسبيريمونتي. صيبت ان كونت في اي باي تعرفوا اي باي اي باي راه سيت اللي معروف كل الناس كيحطوا فيه لي برودوي ديالهم في العالم كامل. وكرييت ان كونت في علي اكسبريس وكرييت ان كونت في باي بال. شحال من كونت كرييت؟ ثلاثه اي باي علي اكسبريس و باي بال. مشيت لعلي اكسبريس مشيت شفت لي برودوي اكثر مبيعا في علي اكسبريس كيطلعوا لي بوطون وحده فيلتر ميور كلاسمون كيطلعوا لك على حسب داكشي اللي بغيتي. هزيت باقي نعقل لي كارت ميموار هزيت لي كارت ميموار مشيت لاي باي حطيتهم تمايا في اي باي واحد 10 ولا 12 كارت ميموار لحتهم تمايا حطيتهم انا فين كاين حطيت البرودوي التصاور ديالو داكشي وجي لي لو كونط اي باي مع باي بال. كيدخلوا الناس في العالم كامل كتبان لهم كارت ميموار ديالي كيكليكيو كيوصلني البيمون في باي بال. اش كندير؟ كطلع لي لا كوموند ديالي في اي باي كوم كو بان جات اون كوموند خصني نصيفطها لمولان اكسبيديا كنمشي لعلي اكسبريس كناخذ لي زانفورماسيون ديال هذاك الكليان اللي شراها وكنحطها في لادريس دو ليفريزون. هذاك السيد كتوصلوا السلعه ديالو شي البوسطه وانا هذاك السيد كتوصلوا من الشينوا كتصيفطوا ديريكتومون كتبا دروب شيبين كتهز هذاك اللي في علي اكس هذاك اللي في الشينوا كيمشي كيليفري اون فونكسيون ديال اون فونكسيون ديال هذاك لادريس اللي كتبت لي انايا. السيد كتوصلوا كارت ميموار ديالو انا خلصت هذاك السيد الفورنيسور ديالي وشط لي واحد 3 دولار ولا 4 دولار في الكارت ميموار. انت عندك بوتيك فابور تدي لا كوميسيون ما بين لا كوميسيون ديال باي بال جو بونس وما بين وما بين اي باي تكتبي لي واحد 18% مي سي انكلو في مي سي انكلو في 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 الطاريف اللي داير في لا كارت ميموار. اي كوم سا انا رابح وما رابح والناس بخير ملي وصل لا كوموند كلشي هو هذاك وهما الانسان خصو ينوض يتحرك شويه. كاين عاوتاني كاين في لا ميم شوز مع جوميا حنا مثلا ما نديروش اشاره ولكن تنقولوا الشباب شنو غيقدر يدير كيدخل لي ستوغ الا دخلتي لجوميا راه تلقى واحد نسبه كبيره ديال لي بوتيك اللي كاينين في جيميا راه في لا رياليتي راه ما كاينينش. ولكن اش كيديروا؟ كيجي شاب كيمشي لدرب عمر ولا كيمشي لكراج هلال كيشوف بزاف ديال لي برودوي بشي تمام مزيان وكيدخل لجيميا كيدير مقاول ذاتي كيكري معاهم ان كونط نيميرو الحساب ديالو كتوصل لا كوموند كيمشي يحطها في الستور عندهم تما هما كيديروا للكليون. هو عنده لا مارج بينيفيسيير جيميا اللي عندها لا مارج بينيفيسيير والكليان واخد السلعه ديالو. ان الانسان يكري دي زوبورتونيتي ما يبقاش يتسنى يقول لك راه ما كاين ما يدار. انا تنقول لك دابا عار هاد لي بورو اللي تقدر ديرهم اون باراليل مع الخدمه ديالك والانسان الا عرف يفكر شويه وبدا يقلب شي في دروب شيبينغ مثلا راه تهلا ما يدار. اش بالك هذا متفق 100%. كلمه اخيره شحال وصلنا تقول رشيد كلمه اخيره دابا 48 دقيقه تقول 12 دقيقه ونكملوا اون. المهم انا سيبقى انا جوستو مبقى غير اون اللي كنت باغي نبارطاجيها سورتو الطلبه ولا اللي كيقلبوا على الخدمه الاولى كيقول لك اودي واخا نبارطاجي هذا لو كونتوني هذا ما عنديش لي زيكسبيريونس ولا لي كونتاكت عاد كنديفلوبي فيهم. كاين واحد لا تكنيك هنا كندوي انك تبغي تبيع راسك دوينا على المارك بيان سور براندينغ بيرسونيل براندينغ بيرسونيل. دونك انا واحد لا تكنيك كنديرها وكانت كتعاونني بزاف
الدومين اللي باغي ندير مثلا فيما كتكون شي كونفرنس دايور ديما كتقدر تلقى ديك ايفينمون في لي زيفينمون اللي مديورين فيما تكون شي كونفرنس فداك الدومين اللي باغي كنمشي وقبل ما نمشي كنوجد اون انترفونسيون ملي كنوجد ديك الانترفونسيون كنطلب شي واحد من بعد يصورني كنوض دونك بحال كان عندي دو استراتيجي استراتيجي اوفلاين واستراتيجي اونلاين في الاوفلاين كنقول غنهضر باش حيت هذاك الانترفونون اللي انا باغي به الغرض ربما انا مشيت دويت معاه ميم في لينكد ان يقدر ما يجاوبنيش مي ملي غنوض غندير انترفونسيون سورتو الا كانت مزيانه وانت كتبان جون كيقولوا تبارك الله الشباب يبارل بيان دونك ملي كتمشي عندهم بعد كتلقى باقي عقل عليك يقول لك تبارك الله عليك وهذا ومن بعد تقدر تهضر معاه تقول له يعطيك لي كوردوني يعطيك فوالا يعطيك لي كوردوني تقول له انا كنقلب على ستاج والخدمه راه شويه انتريسيني نخدم معاكم ولا عجبتي يقدر ديك يقول لك دونك هذيك كنديرها اوفلاين اونلاين تو سامبلومون كنبارطاجي دوك لي فيديو وانا انترفونسيون سورتو كان شي مينيستر ولا شي حاجه كتقول اون بريزونس دو مينيستر فلان ولا دو دي جي فلان الناس كي اكزاكتومون الناس كتولي تبان لهم راك كبير الاولى الثانيه الثالثه كتلقى راسك انك انت اصلا وليتي معروف عند لا كوميونيتي كيف قال رشيد بلي انت خارج من لولو بلي عندك واحد واخا صغير عندك واحد لا كومبيتونس دونك هادي غير كنصيحه سي اون استوس حتى هي امبورطون باش ديروا الريزولتاج وباش سورتو تبنيو لا مارك سور لي ريزو سوسيو. شكرا شكرا رضا شكرا على شكرا على التدخلات ديالك التدخلات اللي كنعتبرها شخصيا قيمه والله القسم اللي كنتعلم منك بزاف الحوايج يعني زعما كاين سي اون بور فيريتي. وقبل ما غادي نسالي وانا ما كرهش رشيد عطينا شي نصيحه يدوي لنا على شي كتاب اللي غيقدر يقدموا للشباب كينصح بون كاين ديما التلاميذ التلاميذ والطلبه والناس كيتفرجوا حتى انا كنخرج بالقاسم كنجي ديريكت هما عندكم هنا. سي رشيد الى عندك ام تي كونساي تقدر تعطيه للناس اللي كيتفرجوا فينا حيت حنا بون وصلنا ان كومونتير قال لك ما كرهناش دونك اقترحوا عليهم كتبه اللي غيقدروا ينفعوا وانا جون سوي سيغ اي سيغتان كو باغ لا سويت غيكونوا بحيت راك عارف الطلبه شويه تيقلبوا على الساهل وتيقلبوا فين كاين كتبه فابور من بعد نبارطاجيو معاهم كيلكو سيت اللي كيقدروا يقدموا لك الالاف والالاف والالاف ديال الكتبه اون سامبل كليك الواحد يدخل يتيليشارجي يقلب مع راساتو علاش باسكو حنا شنو دايرين هاد ليميسيون شنو لوبجيكتيف ديالها ما عندناش حتى شي حاجه اللي هي كوميرسيال حنا تنحاولوا نبارطاجيو داكشي اللي تنعرفوا وننصحوا للطلبه وكنتمنوا لهم التوفيق في المسار ديالهم ني بلوس ني موان حاجه اخرى ما تنقلبوش عليها. والسي رشيد تبارك الله راه موسوعه معنا حتى هو راه غادي بروبوزي لنا واحد الكتاب اليوم غادي يدوينا عليه دي فاسون كي بغيف رشيد باش ما نفوتوش ساعات المكانه وغادي تكون هي الختام ديالنا ديال هاد الحلقه هذه وان شاء الله غادي نتلاقاو في الحلقه الرابعه وندويو على مواضيع اخرى. مرحبا انا الا سمحتي لقد قضيت ستاج قبل ما نهضر على الكتاب غفيد موضوع حتى عنده الحق هضر عليها الاخ رضا ان الشباب خصو يحيدوا من دماغهم هذيك الهضره ديال ولا ستاج ما مخلاش ما تيخلصونيش في ستاج راك مخلص انك كاين في الشركه وكتستافد راك مخلص التجربه اللي تتعطى يعني الا بغى يطول معاك عطاك 2000 درهم 3000 درهم راه من عنده فهمتي ولكن ممكن ما يعطيكش قبل ستاج كما بغى يكون لان فاش تقول ولا مثلا حاجه اخرى تقول كاف ستاج ما تعطوني ما ندير انا غير جالس تنمشي الدبان وتنشوف التليفون انت قلب على شنو يعطيوك انت سيدي واخا ما عندكش علاقه بالكونطابيليتي باك لا كونطابل ولا الكونطاب سي عنده قد سولو ارسلمون هذه كيف فاش وهذه شو معنيتها هذيك الماركتينغ ولا هذيك ديما لي جونغ عندي بار ميتي الماركتينغ مراه الكونطابل راجل اون جينيرال سي فيريفيابل غاتمشي عاد الماركتينغ تندير راشد كيس علينا زعما كاين دي ستيريوتيب المهم غاتمشي عندها تقول لها هاد اللوغو زوين هذا كيفاش درتي فهمتيني انت قل ديفلوبي لا بوليفالونس ديالك في الشركه وبين انك باغي تعلم وباغي هذا وان البيمون ديالك ماشي هو الفلوس هو الاكسبيرونس اللي تكتسب في الستاج دابا يا ربي الواحد يلقى ستاج شاف بوطو يا ربي يلقى وحق الله واحد سورتو في الميزور ديال كورونا من بعد ولا صعيب انه يدخلوا بحال دابا كندوي على لي فيرم ملتي ناسيونال بون من دوز سميات كنتي كتجي الا كان عندك ان بون دوسي تي اكسبتي وكتعطوك واحد دو موا ولا شفت ان موا سو لوبسيرفاسيون سو ليكزيكيسيون كيعطوك واحد 2000 درهم تيقول لك هكا فيها بريم ترونسبور فيها داك الشيء دابا صعيب دابا الا لقيتي غتلقى فابور اون بليس دو سا باش تدخل خاصك تمونتي ان دوسي اللي هو مقاد ديال كورونا ولا سيغونس في صدر الراس وداك الشيء حنا نتمناو ان الواحد يدير السبب ويخرج باش يقلب على 16 سي رشيد اكزاكتومون الوغ عندي واحد الكتاب المهم اللي قد يشريه مرحبا اللي ما قدش يشريه كاين حل بديل الوغ سميتو لوتور سميتو غاري فاينرتشوك الوغ جي با واش تبان في الكاميرا غنشفر الكاميرا ديال رضا قريبه لك قريبه الكاميرا ديال رضا نشوفوا الميثو بوان ها هي غاري فاينرتشوك على ميثو بوان تاع كاسي لا باراك كاسي لا باراك الوغ هاد غاري فاينرتشوك هو دوريجين اوكراني ولكن مشى لميريكان فاش كان صغير هو والديه والعائله ديالو والاب ديالو كان عنده واحد الشركه ديال لوفان
تجيب لو فان من اوكرانيا هنغاريا وهادو تيبيعوا في ميريكان عند واحد الشيفر دافير مهم وهاد البروش هذا كان بروش ديك الوقيته كان عنده لو سونس ديال سافير وهذا طلع الشيفر دافير من 1 مليون دولار ل 40 مليون دولار اون كلكو زاني واو حد ديفلوب واحد لا ميثود وهذا ولكن دابا باش معروف غاري في تيقولوا لو نون ريدوي ديالو هو غاري في في او غاري جي ا ار اي في او او انه لا ان اكسبير ديال لي ريزو سوسيو ولا تيقضي لي بروفيسيونيل الكبار لي انفلونسور الكبار اللي وصلوا لا ليميت وباغيين يفوتوها الشركات باغيين يخدموا البراندين ديالهم على نيفو دي ريزو ولا تيدير الكونسلتين ليهم وعنده بزاف الشركات شي عشرات الشركات مينيموم كاملين عندهم علاقه بلي ريزو سوسيو ولكن عنده اون انتربريز بصح يعني كي كري دو لا فالور ريلمون ماشي عايش غير بالانترنت وفي هذا الكتاب كما في لي فيديو ديالو كتبوا غير غاري في في يوتيوب غتلقاو هكا ديال لي كونفيرونس ديالو دي فيديو ديال 1 اور 1 اور ادمي بلونغلي كاين لي سوتيتر فرونسي كاين لي ماشي سوتيتري لي تعلمك كيفاش لا باسيون ديالك الهوايه ديالك اللي تتبغي ولا القرايه اللي قريتي كيفاش تعيش منها اترافير لي ريزو كيفاش تمونيتيزيها اترافير لي ريزو ماشي مونيتيزاسيون ديال ادسنس كيفاش كليكي تات كيفاش دير واحد لا كوميونيتي واحد لا فيترين اللي تخليك انك دير دي بارتناريا تخليك انك تلقى دي زومبل واحد من اللي ديجا عندك ولا كنتي غير ايتوديون تتوجد لا فيتور كارير ديالك انت ايتوديون ديجا كما قلت لكم ديروا بودكاست ديروا هذا لينكدين تتوجد على بكري البراندين بيرسونيل ديالك اللي هو غادي يجيب لك خدمه واعره ولا يجيب لك دي بارتناريا ولا تكري الشركه ديالك في ستارت اب ولا هذا وهذا الكتاب سميتو كاسي لا باراك وفي دي شابيتر يوتيوب تشرح لك شنو الفلسفه ديال شنو لا فيلوزوفي ديال يوتيوب شنو هما لي زالغوريتم ديال يوتيوب كيفاش يخدموا واخا تيتبدلوا من كل مره لي لا كيستيون ديال لي هاشتاغ لا كيستيون دو كونتوني لا فورم اي لو كونتوني لينكدين نفس الشيء تويتر نفس الشيء سناب شات نفس الشيء تيك توك نفس الشيء وتيقول لك كل واحد كيفاش ادابتي لو كونتوني ديالك الفورما ديالك هذا اكسيتيرا وتيقول لك كيفاش انك تملتيبلي لا بريزونس ديالك في لي ريزو كاملين باغ دي ميكرو كونتوني يعني غدير ان سول غون كونتوني مثلا هاد لا فيديو د اون اور غتجبد منها 20 ديال لي ريل وكي ما ديرهمش لي ميم في كل ريزو كاين دي ريل اللي غدير اون فونكسيون دو لا ناتور ديالها دونك تيشرح لكم كيفاش ديفلوبي هاد لي سوفت سكيلز دو مانيير تري تكنيك يعني فريمون لي هاشتاغ كيفاش تخدم عليهم ما قديتوش على الكتاب لان الكتاب فعلا مكتوبه مالوغوزمون في المغرب غاليين راه لي فيديو راه فيهم الكفايه ديال اللي كاين في يوتيوب شكرا السي رشيد شكرا شوقتينا باش نقراو معاك هاد الكتاب هذا وان شاء الله غيكونوا كتب اخرين في حلقات اخرين حنا ما كنسخاوش بكم والله ما تنسخاو بكم كما ما يقول لكم شنو انا نفهم يجيب الكتاب ويقدم الكتاب ديالو انا نقدم الكتاب انا نقدم خاويه في عمره شوف دابا شوف لاحظت استراشيد انا ما نزكلش شوف كيشعلنا العافيه مع الشباب ديالنا وحنا راه شوف استراشيد انا ولاك المشاهدين تيكون الاستاذ ناس اللي كيفكروا تيفكروا تيسمعوا استاذ عطاتني واحد الخدمه نديروها ما تيحملوش القسم كله عرفتي فاش كيخرج تيسخو ولكن سمحتيني نقدم كتاب غابيدمون سيرتو علاش بغيت نقدمه اليوم لانه دوينا على باغون اون بوبليك دونك كاين واحد الكتاب وكيف قال السي رشيد نفس الحاجه هو انه سواء كتاب سواء كاين لي فيديو بزاف عليه سميتو تولك لايك تيدكس وكاين الترجمات ديالهم انا ندير في المونتاج لافيش ديالو غادي ندير لافيش اكزاكتومون دونك هذا الكتاب شنو كيقول لك كيفاش تقدر ما عرفتوش كلشي كيعرف تيدكس مي كتبوا في يوتيوب تيدكس جينيرالمون واحد الفورما ديال لاباغول اون بوبليك اللي كيجيبوا فيها الناس زعما اللي كيعرفوا يهضروا قدام عندهم لي كومبيتونس واحد بين 10 حتى 15 دقيقه كيديروا دي بريزونطاسيون واعرين هذا الكتاب كيعطيك دي زاستوس براتيك كيفاش تهضر مزيان قدام بيبليك كيقول لك مثلا كنعرفوا انه ملي كتعاود القصص الناس كيبغيو يتبعوا قصه كيقول لك ولكن القصه راه عندها ستوري تيلينغ ولكن القصه راه سي اون استراتيجي باش تسمى قصه واعره وتصدق لك خاص يكون فيها واحد الكريتير مثلا تفاعل سكي كوما مع الناس يكون فيها ليسبوار بحال كيدير كراكي كيخي ليسبوار كيدو على لو كوما كراكي حنا النيه حنا المغاربه ايتترا دونك كيبغيو يعطيك واشاك فوا كيعطوك شي تكنيك بطريقه بسيطه كيقول لك انت شوف راه واحد خونا ها شنو قال واحد المره شنو دار وشحال جاب ديال لي فيو مثلا الفيديو ديالو ولا هذا دونك هذا كتاب الناس اللي بغاو يتعلموا لا بارون بوبليك بالنسبه لي ان ريفيرونس كاين في يوتيوب لي فيديو عليه وكاين بيان سور ككتاب شكرا شكرا السريدة الحلقه وصلت النهايه ديالها ما سخيناش بكم ولكن قبل ما غادي نهبطوا كما نقولوا نهبطوا الريدو خاصكم تبارطاجيو معنا لا فيديو وديروا لايك وديروا دي كومونتير سي تري امبورطون بالنسبه لينا حنا راه ملي كنحطوا لا فيديو نهار الجمعه الجايه كنهزوا التليفونات وكنبقاو مقابلين لي كومونتير ومقابلين النومبر ديال لي فيو سي تري امبورطون انكم تشجعونا كيف ما تشوفوا يعني كاين عندنا ان ايفور لي مديور دابا على قبلكم حنا بالنسبه لينا هاد لا فيديو خاصها توصل ل 10000 فيو جو سي كو سي با فاسيل الدقه الاولى مي جو سي انكور كديروا المستحيل حتى نتوما باش تقدروا تبارطاجيو وتنشكركم على هادشي كامل وكنتسناو انكور بلوس ديفور في لو بارطاج وحنا قريت بزاف ديال لي كومونتير تيقولوا لك عصبروا وزيدوا كملوا داكشي راه زوين حنا موعدينكم اننا غادي نبقاو معكم
ان شاء الله باش ديما نبارطاجيو المواضيع ديال قضايا الشباب في برنامج البيفات. وقبل ما غنسدوا الحلقه نقولوا عز ديره بقات بلاصتو في هذه الحلقه هذه وتبارك الله السي رشيد, يعني راه هذا الكوتي تكنيك كامل اللي كتشوفوا هنا راه ماشي سهل. رشيد راه او ميم طون تي ديباتي معنا او ميم طون اللي دوف واحد كلافي تما راه بارك تبارك الله كيدير المونتاج. كنشكرك السي رشيد على هذا الدور هذا اللي داخل في لي سوفت سكيلز ديال لا بوليفالونس. كنشكرك رضا على التواجد ديالك الطيب والزوين والروح والضحكه ديالك ما شاء الله عليك, وفيليسيتاسيون انكور اون دوزيام فوا بالنسبه للماستر ديالك. وتنشكركم انتم اللي تفرجتوا فينا وكملتوا معنا الحلقه كامله, ونتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله. تري بيانتو والله يعاونكم الى الحلقه المقبله ان شاء الله.